مشاهدينا الكرام بكل خير واهلا بكم لمرافقتنا في هذه الجوله الجديده من برنامج السلطه الرابعه. نبدا جولتنا بعناوين الاخبار الوارده في صداره الصحف المحليه والعربيه والعالميه. ومن صحيفه الجمهوريه الرسميه حيث جاء في صفحتها الاولى هادي يؤكد تشكيل لجان تتوزع اعداد المرحله الانتقاليه في مواعيدها المزمنه. والاشتراكي يدعو الى اعتذار رسمي لابناء الجنوب واعتماد ضحايا حرب 94 شهداء. 32 تقطعا قبليا يوقف الحركه في خط صنعاء الحديده، اما في صحيفه الثوره فقد طالعنا العناوين الرئيسيه ومنها البرلمان يكلف لجنه الدفاع والامن بمتابعه اللجنه العسكريه لانجاز مهامها. ثانيا اكد ان التغيير غير محصور في الجانب السياسي وباسندو شركات اصطياد تنهب ثرواتنا البحريه بالتواطئ مع عناصر في الداخل. اما في اخبار اليوم، اكدت ان موعد مغادرته اليمن مرتبط بترتيبات نقل صلاحيته كرئيس للمؤتمر، الى الرئيس هادي والدكتور الارياني، مصدر دبلوماسي، روسيا تقبل استضافه صالح والامارات تتحفظ. اما في اخبار اليوم، اكدت ان موعد مغادرته اليمن مرتبط بترتيبات نقل صلاحيته كرئيس للمؤتمر، الى الرئيس هادي والدكتور الارياني، ومصدر دبلوماسي روسيا، تقبل استضافه صالح والامارات تتحفظ. نقابة الإداريين في محاكم عدن ما اعتمدوه لنا لا يلبي الاحتياجات ولا يحقق العيش الكريم الآن دعونا نلقي نظرة سريعة حول تفاصيل بعض الأخبار هادي يؤكد تشكيل لجان تتوزع إعداد المرحلة الانتقالية في مواعيدها المزمنة حيث أشارت صحيفة الجمهورية إلى استعراض رئيس الجمهورية خلال لقائه سفراء الدول دائمة العضوية والخليج جملة من التطورات والمستجدات المتصلة بهذا الاتجاه متناولاً أهمية الإعداد الدقيق لمتطلبات المرحلة الانتقالية بمواعيدها المزمنة وصولاً إلى إجراء الإصلاحات الانتخابية وكيفية طبيعتها من حيث سجل الناخبين وطبيعة قانون الانتخابات والاستفتاء. الإشتراكي يدعو إلى اعتذار رسمي لأبناء الجنوب واعتماد ضحايا 94 شهداء. فقد أكدت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني على ضرورة أن يتخذ الرئيس عبد الرب منصور هادي وحكومة الوفاق قرارات وإجراءات تمهيدية للحوار الوطني وبناء أجواء الثقة وتأكيد الجدية وبحسب الجمهورية فإن الأمانة العامة للحزب حددت في بيان صادر عنها جملة من القرارات من بينها إعادة الموظفين المدنيين والعسكريين المشردين والموقوفين والمحالين قسرا إلى التقاعد والنازحين في الخارج جراء حرب صيف 1994 إلى أعمالهم فورا ودفع مستحقاتهم القانونية. ودفع مرتبات ومستحقات من فقدوا مصادر دخلهم جراء نهب او خصخصه المؤسسات والشركات العامه التي كانوا يعملوا فيها وتشكيل هيئه وطنيه للمصالحه والانصاف يشارك في عضويتها ممثلين عن الموقوفين والمتضررين والمعنيين تبت في شكاوى وتظلمات الموقوفين والمبعدين وتكون قراراتها واجراءاتها ملزمه للجهات الحكوميه ذات العلاقه البرلمان يكلف لجنة الدفاع والأمن بمتابعة اللجنة العسكرية لإنجاز مهامها وبحسب الثورة فإن مجلس النواب كلف لجنة الدفاع والأمن بالمجلس بمتابعة لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار من أجل العمل على متابعة وإنجاز المهام الموكلة إليها وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة بما يحقق إنهاء الاختلالات الأمنية وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وسكينة العامة في ربوع الوطن اليمني اكد ان التغيير غير محصور في الجانب السياسي باسندوى شركات اصطياد تنهب ثرواتنا البحريه بالتواطؤ مع نصر في الداخل فقد شدد رئيس مجلس الوزراء الاخ محمد سالم باسندوا على الجهات المعنيه المواجهه المواجهه الحازمه لكافه اشكال العبث بالثروه السمكيه والبيئه البحريه بما في ذلك اساليب الاصطياد غير الشرعيه التي تلحق الاضرار البالغه بحاضر ومستقبل هذه الثروه المتجدده وبحسب الصحيفه فان باسندوا اكد على ان التغيير غير محصور في الجانب السياسي وخطوات نقل السلطه بل سيشمل كافه المجالات وفي مقدمتها المجال الاقتصادي وبالاخص القطاعات الواعده ومنها القطاع السمكي الذي يعول عليه كقطاع واعد ومتجدد للمساهمه في احداث التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه المنشوده واحد المرتكزات الاساسيه لامننا الغذائي وأشار الأخ رئيس الوزراء إلى أن أعمال القرصنة البحرية في خليج عدن والبحر العربي أثرت كثيرا على نشاط الصيادين وأعاقتهم بشكل ملحوظ من ممارسة مهنة الاصطياد، الأمر الذي أثر على تراجع كميات الإنتاج السمكي. أكدت أن موعد مغادرته اليمن مرتبط بترتيبات نقل صلاحيته كرئيس للمؤتمر إلى الرئيس هادي والدكتور الأرياني ومصدر دبلوماسي روسيا تقبل استضافة صالح والامارات تتحفظ، حيث ذكرت صحيفة أخبار اليوم نقلاً مصدر دبلوماسي يمني رفيع قوله أن جمهورية روسيا أبدت موافقتها على استضافة الرئيس السابق علي عبد الله صالح للإقامة في أراضيها بصورة دائمة، وأوضح المصدر الدبلوماسي أن موافقة روسيا باستضافة صالح تأتي متزامنة مع توقيعات مع توقعات تراجع دولة الإمارات العربية المتحدة وتحفظها لاستضافاته على أراضيها خلال الفترة الإنتقالية المحددة بعامين. بعد إن كانت قد وافقت على استضافته بناء على طلب ومساعي سعودية أمريكية وتوقع المصدر الدبلوماسي أن استقبال الرئيس عبد الرب منصور هادي لسعادة السفير الروسي يوم أمس أن يكون حديثهما قد تطرق إلى الموافقة الروسية لاستضافة الرئيس السابق صالح وترتيبات مغادرته كما نقل المصدر الدبلوماسي عن قيادات سياسية في المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك كانت قد التقت السفير الروسي بصنعاء في الأسبوع الأول من الشهر الجاري أبلغها عن موافقة بلاده على استضافة صالح بصورة دائمة، وأن السفير الروسي قام بعد ذلك بزيارة خاطفة إلى موسكو، من المتوقع أن تكون متعلقة بشأن الترتيبات لاستضافة صالح. <applause> نقابة الإداريين في محاكم عدن، ما اعتمدوه لنا لا يلبي الاحتياجات ولا يحقق العيش الكريم. وفي سياق الخبر تطرقت أخبار اليوم إلى بيان صادر عن نقابة الموظفين الإداريين بمحكمة استئناف ونيابات استئناف محافظة عدن. ذكروا فيه ان ما تم اعتماده من الجهات المعنية في الحكومة لا يلبي احتياجات الموظف الاداري ولا يكفل له العيش الكريم وشدد البيان الصادر عن النقابة والذي تلقت اخبار اليوم نسخة منه على استمرار الموظفين والعاملين في الاضراب والبقاء في المنازل حتى يتم النظر في حقوق الموظفين وسرعة تحقيقها واشار البيان الى ان مطالب العاملين تتمثل بتثبيت جميع المتعاقدين ومنح طبيعة عمل 100% والتعاقد مع أحد المستشفيات الخاصة لعلاج الموظفين والإداريين وأسرهم إذ وإضافة لعلاوات وبدل سكن والمواصلات وعلاوة مخاطر للموظف الإداري ورفع بدل علاوات المحاكم إلى 200% والتعاقد مع موظفي الأجر الأجر اليومي وضم الكادر الإداري لقانون السلطة القضائية حسب ما جاء في البيان. جهاز إشعاع كلفته 400 ألف دولار يتعرض للتلف في حوش لجنة الطاقة الذرية بصنعاء منذ أربع سنوات. حيث ذكر موقع المصدر أونلاين أن جهاز مشع غالي الثمن يتعرض للتلف والخراب بسبب تعرضه للمطر والرياح لفترة طويلة في حوش مبنى اللجنة الوطنية للطاقة الذرية وبحسب تقرير رسمي فإن كلفة هذا الجهاز بلغت 300 ألف دولار بالإضافة إلى 89 ألف دولار كلفة النقل حيث شمل المبلغ كلفة تدريب الكادر الفني الذي سيقوم بتشغيل الجهاز وذكر التحقيق أن الجهاز تم نقله من الهند بعد أن حصل على توقيع الرئيس الهندي واستاجرت لنقله طياره خاصه بعد ان رفضت شركات النقل الجويه والبحريه شحنه كونه مصدرا للاشعاع وتقول التقارير ان هذا الجهاز تتناقض قدرته الاشعاعيه حتى لو بقى في صندوقه دون تشغيل حيث تصل قدرته الاشعاعيه الى النصف خلال خمس سنوات من تاريخ تصنيعه وبهذا يكون الجهاز قد فقد ثلث قيمته الاشعاعيه حتى الان دون الاستفاده منه بينها سيارات تقل ادويه وفواكه معرضه للتلف في صنعاء مئات السيارات تقل أطفال ونساء عالقة منذ مساء أمس بنقل مناخة ومناشدات عاجلة للحكومة بالتدخل وبالعودة إلى موقع مأرب بريس لازالت مئات من سيارات مسافرين تقل على متنها عشرات الأسر عالقة بنقل مناخة طريق صنعاء الحديدة منذ مساء أمس على إثر قيام مسلحين بقطع الخط ومنع المرور من جانبي الطريق في حين كشفت صار مصادر محلية عن جهود قبلية تسعى لفتح الخط والتفاوض مع المسلحين الذين قاموا بقطعه للمطالبة بالإفراج عن مختطف منهم إلا أن مصير جهودها ما يزال مجهولا حتى ساعة كتابة الخبر وناشد عدد من المسافرين العالقين في اتصالات هاتفية لمارب بريس رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية بالتدخل لفتح الخط وإنهاء معاناتهم المستمرة منذ مساء أمس السبت لا سيما في ظل وجود أطفال ونساء ضمن المسافرين وحول ما ورد من أخبار في الصحافة الخارجية ومواقعها الإلكترونية والبداية من موقع رويترز وتحت عنوان اليمن غارة جوية على موقع لعناصر القاعدة في مدينة العين حيث ذكر صحيفة الراي قولها أن طائرات حربية تابعة لسلاح الجو اليمني شنت غارة جوية على موقع تحصن فيه عدد من عناصر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في وسط مدينة العين بلودر جنوب البلاد مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم وأضافت الصحيفة على لسان شهود عيان قولهم أنهم شاهدوا عددا من عناصر القاعدة تفر من الموقع عقب الغارة التي تسببت في اشتعال النيران بالموقع المستهدف وحول الحرب الفاصلة كشف ضابط في الجيش اليمني أن الخطة المتكاملة لشن حرب فاصلة على عناصر أنصار الشريعة المنتمية للقاعدة في محافظة أبيان وجنوب البلاد لم تحدد بعد وبحسب الرأي فإن سبعة من عناصر أنصار الشريعة قتلوا في اشتباك وكمين نصبه رجال القبائل في منطقة العرقوب قرب مدينة لودر في الجنوب اليمني طبقا لما قاله رجال القبائل متحالفة مع الجيش صالح يغادر اليمن مؤقتا حيث ذكر موقع الجزيرة نت نقلا عن مصدر دبلوماسي يمني قوله أن الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح سيغادر اليمن مؤقتا بعد أن ضغطت عليه دول الخليج وذلك لإفساح الطريق أمام الرئيس الجديد لتخفيف حدة التوتر التي تعقد الجهود الرامية الى استقرار البلاد وتوقع المصدر ان يسافر صالح الاسبوع القادم الى الامارات العربية المتحدة للسماح للرئيس المنتخب حديثا عبد الرب منصور هادي بان يمارس مهامه دون اي معوقات من صالح في حين تقول روسيا انها مستعده لاستضافه صالح بشكل دائم وصلنا الى نهايه حلقتنا لهذا اليوم نشكر لكم حسن الاستماع دمتم في امان الله